السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعا الرئيس الدوري بكتلة الوفاق الوطني محمد والبربص إلى إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف وينهي ما سماه لعبة الشد والجذب. وطلب والبربص خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط الانتقال الرئاسة الدورية للكتلة من حزب المستقبل إلى حزب الجيل الجديد، طالب بالتعاون من أجل التخلص من المشاكل التي قال إنها تواجه موريتانيا. الرئيس الدوري الجديد لكتلة الوفاق الوطني رئيس حزب الجيل الجديد سيدي محمد والمحمد قال إن الكتلة تسعى إلى أن تكون على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الموريتاني، وأكد والمحمد سعي الكتلة إلى رص الصفوف وتوحيد اللحمة، مضيفا أن البلاد تتميز بتنوع ثقافي وعرقي ينبغي أن يكون مصدر اعتزاز وثراء. ندد الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا حبيب الله الكاه بما سماه إقصاء عدد من الطلاب المتفوقين على مستوى التعليم العالي وكذا بعض تلامذة البكالوريا من المنح الدراسية. واعتبر الكاه خلال ملتقى توجيهي نظم بنواكشوط للطلاب الراغبين في التسجيل بالجامعات التونسية، اعتبر عدم منح بعض الطلاب المتفوقين تراجعا للمكتسبات الطلابية. أعلن مدرب منتخب المرابطون كورنتان مارتينز خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط عن تشكيلة لخوض مباراة الإياب أمام منتخب جنوب إفريقيا مطلع شهر سبتمبر القادم بالعاصمة جوهانسبورغ. وتضمنت التشكيلة لخوض مباراة الإياب ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2017 ضمت 10 لاعبين محترفين بعدد من الأندية العربية والأوروبية. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.